تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الكورسات في المعهد البريطاني في مصر 2023 ونبدأ. أسعار الكورسات في المعهد البريطاني في مصر 2023. يقدم المعهد البريطاني العديد من كورسات اللغة الإنجليزية. سوف نتحدث في البداية عن نظام الكورسات الخاص بالأطفال، وبعد ذلك سوف نتحدث عن نظام الكورسات العامة. سعر كورس اللغة الإنجليزية للأطفال من سن 4 سنوات إلى 6 سنوات 3900 جنيه مصري. سعر كورس اللغة الإنجليزية للأطفال من سن 6 سنوات إلى 11 سنة 3900 جنيه مصري. سعر المعسكرات الصيفية للأطفال وصغار الشباب من سن 6 إلى 17 سنة 4700 جنيه مصري. سعر كورس إيليتس كوش التحضيرية. سعر كورس إيليتس كورش التحضيرية عدد 10 حصة ب 2250 جنيه مصري. سعر كورس إيليتس كوش التحضيري عدد 20 حصة ب 3500 جنيه مصري. أسعار دورة اللغة الإنجليزية للكبار المبتدئين. سعر كورس اللغة الإنجليزية للكبار فئة المبتدئين عدد 10 حصة 1975 جنيه مصري. سعر كورس اللغة الإنجليزية للكبار فئة المبتدئين عدد 20 حصة 3080 جنيه مصري. سعر كورس اللغة الإنجليزية للكبار فئة المبتدئين عدد 40 حصة 5200 جنيه مصري. سعر كورس اللغة الإنجليزية للكبار فئة المبتدئين عدد 60 حصة 6950 جنيه مصري. نظام كورسات تعليم اللغة الإنجليزية الخاص بالأطفال. يقبل المعهد الأطفال في سن 4 سنوات وحتى الكبار من سن 17 عام. ينقسم النظام إلى ثلاث فئات، وهم الفئة الابتدائية والابتدائي 2 والإعدادية. الفئة الابتدائية شوفي الفئة الابتدائية 1 من سن 4 سنوات وحتى عام 6 سنوات. الفئة الابتدائية 2 من سن 6 سنوات وحتى 11 عام. الفئة الإعدادية من سن 11 عام وحتى 17 عام. مدة المستوى الواحد 3 أشهر بمعدل حضور مرة كل أسبوع. مجموع عدد المستويات داخل الفئات السابقة هو 25 مستوى. يبلغ سعر ومصاريف المستوى الواحد حوالي 2440 جنيه مصري. النظام العام لكورسات تعليم اللغة. ينقسم النظام إلى 7 فئات، وهم المبتدئ والابتدائية ودون المتوسط والمتوسط وفوق المتوسط ودون المتقدم والمتقدم. فئة المبتدئ تحتوي على مستوى واحد. الفئة الابتدائية تحتوي على 4 مستويات. فئة دون المتوسط تحتوي على 4 مستويات. الفئة المتوسط تحتوي على 4 مستويات. الفئة فوق المتوسط تحتوي على 4 مستويات. الفئة دون المتقدم تحتوي على 4 مستويات. الفئة المتقدم تحتوي على 4 مستويات. مجموع عدد المستويات داخل الفئات السابقة هو 25 مستوى. مدة المستوى الواحد شهرين بمعدل حضور مرتين كل أسبوع ولمدة ساعتين ونصف في كل مرة. يبلغ سعر ومصاريف المستوى الواحد حوالي 1570 جنيه مصري. نظام كورسات تعليم اللغة الإنجليزية الخاص بالمحادثات. ينقسم النظام إلى 4 فئات، وهم دون المتوسط والمتوسط وفوق المتوسط والمتقدم. فئة دون المتوسط تحتوي على 4 مستويات. الفئة المتوسط تحتوي على 4 مستويات. الفئة فوق المتوسط تحتوي على 4 مستويات. الفئة المتقدم تحتوي على 4 مستويات. مدة المستوى الواحد شهر بمعدل حضور مرتين كل أسبوع ولمدة ساعتين ونصف في كل مرة. يبلغ سعر ومصاريف المستوى الواحد حوالي 970 جنيه مصري. مواعيد العمل الرسمية للمعهد البريطاني في مصر. فرع العجوزة في يوم السبت وحتى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ويوم الجمعة تغلق الأبواب في الساعة 5 مساء حتى 14 يونيو. فرع مصر الجديدة من يوم السبت وحتى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ويوم الجمعة تغلق الأبواب في الساعة 5 مساء حتى 14 يونيو. فرع سيتي ستار من يوم السبت وحتى الخامسة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 11 صباحا في الساعة 11 إلى الساعة 11 مساء من 7 يونيو حتى 23 أغسطس. فرع الشيخ زايد من يوم السبت وحتى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء،
ويوم الجمعة تغلق الأبواب في الساعة 5 مساء حتى 14 يونيو. فرع الإسكندرية من يوم السبت وحتى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ويوم الجمعة تغلق الأبواب في الساعة 5 مساء حتى 14 يونيو. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الكورسات في المعهد البريطاني في مصر 2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.